لان انا بيجي مريض في المستشفى في حاله استعجالات لازم السكانير يمشي والليكوغرافي يمشي والاستقبال واللطافه لازم تكون هذا الشيء اللي نعمل فيه. اذا خلونا حنايا نشوفوا وشفنا ما شفنا هنايا في المستشفى ابن باديس متاسف كثير بالوضع اللي شفته بالنسبه الأجهزة وقاعة الاستقبال وظروف الاستقبال وكل شيء. احنا ناخذ الاجراءات اللي ناخذوها احنا كمسؤولين، لكن حبيت نبشر برك ان شاء الله بالنسبه لقصر القيده يعني مدينه ما نذكرش ما هي قيمه المدينه بالنسبه لينا قيمه تقصرتها. سيد الوالي موافق معايا ووزراء الصحه معايا هنايا ان شاء الله في القريب لازم نسيب حل لهذا المستشفى. ما زلتمش اكثر احنا عندنا معطيات وعندنا تقارير والشيء شفناه، خلينا احنا ندرس الوضع في المستشفى هذا هو.